السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم سو صادق. أكملنا في المحاضرات السابقة الخوارزميات الأربعة الرئيسية للبروسيس سكجولينج، اللي هو جدولة العمليات، اللي هنا كانت الفيرست كم فيرست سيرفد، الراوند روبن، البرايورتي، والشورتست تايم فيرست. وشرحنا مثال على النون بري امبتيف سكجولينج، واللي شرحنا بيه أربع الخوارزميات الأربعة وكيفية حساب الافرج ويتنج تايم والافرج تيرن اراوند تايم. وطلبنا من عندكم في التعليقات انه اذا كان هناك رغبه في انه نشرح مثال اخر يتحدث عن البري امبتيف، اللي هو يعني الجدوله مع وجود حق الشفعه. وللاسف يعني ما استلمنا اي طلب لهذا الشيء، فارتئينا انه نكمل شرح الفصل. الخوارزميات الاربعه السابقه اللي شرحناها كانت موجوده يعني في نظم التشغيل القديمه. اول ما بدات نظم التشغيل كان كل نظام تشغيل يحتوي على خوارزميه جدوله للعمليات، خوارزميه واحده فقط. إلا أنه مع تطور نظم التشغيل ومع تعقد العمليات ومع حاجة المستخدمين إلى زيادة سرعة التنفيذ، ظهر لدينا ما يسمى بالمالتي ليفل كيو، اللي هو طابور متعدد المستويات. يعني سابقا كان عندنا طابور الانتظار أو طابور الاستعداد الريدي كيو الخاص بكل معالج، يتكون من يعني طابور واحد فقط اللي هو كيو واحد. حاليا أصبح عندنا الريدي كيو، طابور الاستعداد، هو يتم تقسيمه إلى عدة طوابير منفصلة. عادة يتم تقسيمها بشكل رئيسي إلى foreground و background. foreground اللي هو الطابور الأمامي، اللي هو للعمليات اللي هي من نوع الانتراكتيف التفاعلية اللي تحتاج يعني استجابة سريعة. والطابور الخلفي اللي هو الباكجراوند، اللي هو يكون عادة العمليات اللي هي من نوع الباتش، العمليات الحزمية اللي هي ممكن أنه يعني تتحمل بعض التأخير، ويتم تجميع مجموعة من البيانات على شكل حزمة ويتم تنفيذها عندما يكون هناك مجال في المعالج. طبعا هنا عندنا البروسيس بيرمننتلي ان ا جيفن كيو، عاده العمليه تكون موجوده في داخل احد الطوابير بشكل دائمي، يعني عندما تدخل في احد الطوابير الامامي او الخلفي ستبقى فيه الى ان يتم تنفيذها. كل طابور ايضا يحتوي على خوارزميه جدوله منفصله، يعني مثلا ممكن ان تكون الفور جراوند تحتوي على الخوارزميه راوند روبن، والباك جراوند ممكن ان تحتوي على فيرست كم فيرست سيرفد، او ممكن يعني اي وحده من عندهم يعني بحسب نظام التشغيل وجد يعني برمجته. هنا الجدوله يجب ان تتم يعني ما بين الطوابير نفسها. طبعا هناك جدولة ثابتة الأولوية وجدولة يعني على أساس الشرائح الزمنية. الجدولة ثابتة الأولوية تقول بأنه يجب خدمة كل العمليات الموجودة في الطابور الأمامي، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الطابور الخلفي، لأنه عادة مثل ما ذكرنا العمليات الأكثر أهمية يتم وضعها في الطابور الأمامي، والعمليات الأقل أهمية توضع في الطابور الخلفي. فشيء طبيعي أنه نقوم بتنفيذ العمليات الأكثر أهمية بالبداية، بعد ذلك إذا تبقى لدينا وقت نقوم بتنفيذ العمليات في الباك جراوند. الا انه المشكله انه عندنا possibility of starvation، يعني العمليات الموجوده في الخلفيه قد لا يصل لها المعالج يعني اطلاقا، لن يكون لها وقت متاح، لانه في كل وقت تصل لدينا عمليات جديده من نوع الانتراكتيف، فراح يبقى المعالج مشغول بهذه العمليات ولا يصل الى هذا النوع من العمليات. فهنا عندنا مشكله ال possibility of starvation، يعني احتماليه المجاعه، واللي هو يعني العمليات الاقل اولويه الموجوده في الباك جراوند كيو لن يصل لها المعالج اطلاقا. النوع الاخر من انواع الجدوله بين الطوابير هو ما يسمى بالتايم سلايس، اللي هو شريحه زمنيه، بحيث انه كل طابور يتم يحصل على نسبه معينه من الزمن الخاص بالمعالج، بحيث انه يعني مثلا ممكن انه تكون 80% من زمن المعالج الى الفور جراوند و20% للباك جراوند، لانه مثل ما ذكرنا الفور جراوند هي العمليات الاكثر اهميه واللي عاده تاخذ وقت اطول. ف 80% من وقت المعالج، يعني مثلا كل 8 ملي سكند يكون المعالج بالفور جراوند، بعد ذلك 2 ملي سكند يذهب الى الباك جراوند، وهكذا يعني ينتقل فيما بينهما. هنا عندنا فد مثال بسيط على المالتي ليفل كيو سكجولينج، تلاحظ انه الهايست برايورتي العمليات الاعلى اولويه تكون في البدايه، بعد ذلك العمليات الاقل اولويه. هنا طبعا السيستم بروسيسز عمليات النظام هي الاهم طبعا في كل وقت، يعني عمليات نظام التشغيل هي طبعا تكون اهم من كل شيء، بعد ذلك العمليات التفاعليه، بعد ذلك عمليات التحرير التفاعليه يعني مثل الورد بروسيسور وغيرها، الباتش بروسيسز العمليات الحزميه، واخيرا الستودنت بروسيسز، هذه اللي هي يعني مو شرط تكون ستودنت، يعني هذه التطبيقات التي يقوم المستخدم او المبرمج ببرمجتها او تنفيذها في داخل نظام الحاسبه. هنا ايضا بدات يعني العمليه تتطور اكثر، بحيث انه اصبح لدينا مو فقط مالتي ليفل كيو، وانما مالتي ليفل فيدباك كيو، اي انه طابور متعدد المستويات مع وجود التغذيه العكسيه. هنا العمليات راح تنتقل بين الطوابير بشكل يعني منفصل، يعني مع مرور الزمن، لانه كل ما العمليه تصبح فيها عمليه الايجنج مثل ما ذكرنا سابقا، انه يزداد عمر العمليه تخضع للستارفيشن او الديد لوك، فانها ممكن ان تنتقل الى طابور اخر. هنا طبعا الطوابير متعدده المستويات التي تحتوي على التغذيه العكسيه يجب ان يعني تعرف البارامترات التاليه، المعاملات التاليه: اولا عدد الطوابير، ثانيا خوارزميات الجدوله في كل طابور، ثالثا الطريقة المستخدمة لحساب متى نقوم بترقية العملية، يعني متى نأخذها من طابور أقل أولوية إلى طابور أعلى أولوية.
الطريقة المستخدمة أو الطريقة التي من خلالها نعرف متى نقوم بعملية الديموت اللي هو يعني التنزيل، عكس الترقية، تنزيل العملية من طابور أعلى أولوية إلى طابور أقل أولوية. وأخيرا الطريقة المستخدمة لحساب ما هو الطابور الذي تدخل فيه العملية عندما تأتي إلى النظام، أول ما تأتيه يعني عندما تحتاج أي خدمة العملية، عندما تصل إلى طابور الاستعداد فكيف نستطيع وضعها في الطابور الأول أو الثاني أو الثالث. هنا أيضا يعني هذا الشيء يجب أن يتم تحديده من قبل المبرمجين. هنا عندنا مثال بسيط على هذا الطابور اللي هو مالتي ليفل وفيدباك، يعني متعدد المستويات، المستوى الثاني المستوى الثالث، وأيضا أكو بي هذه التغذية العكسية اللي هي الانتقال من طابور إلى طابور الآخر طبعا يعني في ظروف معينة. فهنا عندنا الطابور الأول يعني راوند روبن يشتغل بتقنية الراوند روبن والتايم كوانتم الخاص به 8 ملي سكند. الطابور الثاني أيضا راوند روبن يحتوي على 16 ملي سكند، والطابور الثالث هو فيرست كوم فيرست سيرفد. فهنا العملية أول ما تصل إلى طابور الاستعداد، لأنه هذا راح يكون هو كله عبارة عن طابور الاستعداد ريدي كيو، فالعملية أول ما تصل يتم وضعها في هذا الطابور، تأخذ 8 ملي سكند. طبعا هنا مثل ما ذكرنا احنا سابقا الراوند روبن هو يخصص شريحة زمنية لكل عملية، ولكنه في داخله يعمل بتقنية الفيرست كوم فيرست سيرفد، يعني القادم أولا يخدم أولا. فهنا العملية التي وصلت أولا يتم خدمتها أولا، بعد ذلك إذا أخذت 8 ملي سكند ولم تكتمل سيتم نقلها مباشرة إلى الطابور الثاني، وأيضا تخدم بتقنية القادم أولا يخدم أولا. إذا حصلت 16 ملي سكند ولم تكتمل بعد ذلك سيتم نقلها إلى الفيرست كوم فيرست سيرفد، وهنا طبعا يعني 100% سيتم تنفيذها، يعني سيصل لها الدور مهما يكون يعني طولها أو المدة الزمنية اللي تحتاجها. هنا كل اللي تحدثنا عنه سابقا هو كان بروسيس سكيدجولينج اللي هو جدولة العمليات. هنا اكو عندنا مثل ما ذكرنا سابقا انه العمليات ممكن ان تقسم الى ثريدز اللي هي الاسنان، اسنان المشط مثل ما ذكرنا، او اجزاء العملية اللي هي قد تكون فانكشنز او كلاسز او اوبجكتس او غيرها. فهنا راح يكون عندنا عندما يعني ندخل الى داخل العمليه الواحده يحصل عندنا ايضا عمليه جدوله ما بين الثريدات الخاصه بالعمليه الواحده. هنا طبعا راح يصير عندنا في الديستنكشن اللي هو تمييز بين عمليات مستوى المستخدم او يعني ثريدات مستوى المستخدم وثريدات مستوى الكيرنل. طبعا عندما تكون الثريدز مدعومه في داخل نظام معين فان جدوله الثريدات ايضا تكون مدعومه، وبالتالي لن يكون هناك جدول للعمليات وانما ننزل الى مستوى الثريد الواحد في داخل العمليه. طبعا اكو عندنا ماني تو ماني اند ماني تو ماني تو وان اند ماني تو ماني مودلز، يعني مثل ما ذكرنا سابقا في نماذج الثريد المالتي ثريدنج اكو عندنا تحويل مجموعه من اليوزر ليفل ثريدز الى وان كيرنل ليفل ثريد، او مجموعه من اليوزر ليفل ثريد الى مجموعه اخرى من الكيرنل ليفل ثريدز واللي تختلف يعني بعددها او كميتها. هنا طبعا لازم تكون عندنا ثريد لايبراري سكيدجولرز، يعني جدوله او مكتبات لجدوله الثريدات، واللي راح طبعا تحولها باستخدام ما يسمى باللايت ويت بروسيسز اللي تحدثنا عنها سابقا. هنا ايضا عندنا ما يسمى بالبروسيس كونتنشن سكوب اللي هو حيز التنافس في داخل العمليه الواحده، لانه احنا راح نتحدث عن جدوله في داخل العمليه الواحده، وطبعا يتم من خلال البرايورتي سيت باي بروجرامر، يعني هنا يتم ضبط الاولويه لكل واحده من هذه العمليات من قبل المبرمج. الكيرنل ثريد سكيدجولر اون اون تو افيلبل سي بي يو از سيستم كونتنشن سكوب، يعني ايضا هنا جدوله عمليات المستخدمين تتم من خلال البروسيس كونتنشن سكوب، اما جدوله الثريدز الخاصه بالكيرنل النظام فيتم جدولتها من خلال ما يسمى بالسيستم كونتنشن سكوب. طبعا الكومبيتنج امونج اول ذا ثريدز ان ذا سيستم، هنا بدل انه نقوم بالتنافس في داخل العمليه الواحده هنا يتم التنافس بين كل الثريدات في على مستوى النظام. هنا ايضا اكو عندنا ما يسمى بالبي ثريدز اللي هو يعني البوزكس ثريدز، هو عباره عن اي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس يحدد لنا فيما اذا كان لدينا بروسيس كونتنشن سكوب او سيستم كونتنشن سكوب، يعني عندنا تنافس على مستوى العمليه او تنافس على مستوى النظام، وهذا يتم عند خلق الثريد الواحد. يعني طبعا اذا كان عندنا بي ثريد سكوب بروسيس فهذا معناته تنافس على مستوى العمليه، اذا كان عندنا بي ثريد سكوب سيستم فهذا معناته تنافس على مستوى النظام. طبعا هذا الشيء قد يكون محدد من قبل نظام تشغيل، فمثلا في انظمه اللينكس والماك او اس هناك فقط ما يسمى بالسيستم سكوب، يعني فقط التنافس على مستوى النظام الواحد، اي انه لن يكون هناك تنافس بين الثريدات التابعه لعمليه واحده، وانما سيكون التنافس بين كل الثريدات الموجوده في النظام والتابعه لكل العمليات. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتحدث عن هذه البي ثريد سكيدجولينج اي بي اي، واعذرونا على الازعاج لانه هناك يعني ما كانت تعمل في الخارج، واعتقد انه هناك يعني تشويه في بعض المقاطع من الفيديو، ولذلك راح ننتقل ان شاء الله لشرح البقيه في الفيديو القادم. شكرا جزيلا ومع السلامه.